معي من مدينة كوفنتري البريطانية الآن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ رامي، في معلومات متضاربة. أولا، معلوماتكم أنتم التي وصلتكم، ما الذي استهدفته هذه الغارات تحديدا؟ في حديث عن استهداف مسؤول كبير لم تعرف لا هويته ولا جنسيته، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نعم، مساء الخير. بشكل قطعي لم يستهدفه حارس البناء الذي هو عسكري في تلك المنطقة، ولم تأتي غارات إسرائيلية لتخترق يعني الخرسانة أو الأرضية الإسمنتية إلى طبو هذا المبنى من أجل قتل حارس البناء. هناك حتى اللحظة معلومات مؤكدة بأن المستهدف هو شخصية قيادية. هل قتلت الشخصية القيادية من فيلق القدس أو من سرايا القدس؟ لا نعلم حقيقة الأمر، لأن حتى اللحظة لدينا المؤكدين من السوريين 7، هناك 8 آخرين. من هم الذين قتلوا؟ لماذا هناك يعني إخفاء لهوية هؤلاء الذين قتلوا من النظام؟ وتحدث عن 5. هنا نسأل يعني الوكالة الإيرانية التي قالت لم يستهدف المركز الثقافي، من قال أن استهدف المركز الثقافي؟ قلنا بجوار المركز الثقافي وعلى العربية يوم أمس، بجوار المركز الثقافي الإيراني وليس مركز ثقافي، هو مدرسة إيرانية تستخدمها إيران في إطار محاولة استقطاب الشارع. أيضا يعني الكلام الآخر الذي جاء على لسان الوكالة الإيرانية قال هدف في السويداء. وماذا عن هدف اللي ما بين السيدة زينب والزيابية؟ هل هدف في تلك المنطقة تابع للمرصد أيضا؟ هذه الوكالة الإيرانية على ما يبدو لا تعلم ماذا يجري. طب بس أستاذ رامي بس استطرادا لما تقول لو سمحت، لأنه في تضارب أشرت إليه في الأرقام. الحكومة السورية اعترف فقط بمقتل 5 بينهم جندي، أنتم في المرصد تقولون 15 وربما أكثر. طب ما سر هذا التضارب؟ لأن هناك من يعني يريدون إخفاء هوية الذين قتلوا الآخرين. إلى الآن هم قالوا عسكري، لدينا 3 ضباط وآخر لا نعلم إذا ما كان ضابط متطوع وطبيب وصيدلانية وحارس البناء، يعني لدينا 7 بينهم 3 ضباط على الأقل. لماذا لم يتحدث النظام عن الضباط الثلاثة وتحدث عن عسكري فقط الذي هو حارس البناء المفروض أنه مدني وليس عسكري؟ وماذا يفعل الضباط الثلاثة في هذه المنطقة؟ هم جميعهم يسكنون في هذا المبنى، وهل المبنى فقط الصواريخ الإسرائيلية تقتل الضباط فقط ولا تقتل المدنيين الموجودين في تلك المنطقة؟ لذلك أقول الأمر يحتاج إلى الجهة التي استهدفت، من استهدفت، والجهة التي استهدفت. هل تعترف على سبيل المثال سرايا القدس بأنها هي التي استهدفت؟ هل يعترف فيلق القدس بأنه هو الذي استهدف؟ وهل وصل الصاروخ الإسرائيلي إلى المكان الذي كان فيه لقاء اجتماع شخصية؟ لأن الصاروخ الإسرائيلي لم يقصد تلك المنطقة من أجل قتل حارس البناء أو من أجل يعني جعل أن يكون هناك ضجة دولية عن استهداف كفر ثوثة في وسط العاصمة دمشق. سابقا جرى استهداف في المزة من أجل قائد سرايا القدس، واليوم هذا الاستهداف بشكل قطعي استهدف شخصية قيادية. على إسرائيل أن تعترف من الشخصية القيادية التي حاولت استهدافها في هذه البقعة من الجغرافيا السورية. طيب أستاذ رامي، سؤال أخير. بعض المواقع تحدثت أنه لا الحرس الثوري ولا الفصائل ولا حتى دمشق يمكن أن تبلع هذه الضربة بدون رد، خصوصا وأن الكلفة باهظة أو كبيرة وأن ثم ترد. هل فعلا يمكن أن نتوقع ردا أم لا؟ يعني غارة مثل الغارات السابقة ولا وجود لأي رد مباشر. يعني لو كان هناك رد لردت إيران على قتل قياديين بفيلق القدس أو الحرس الثوري العام الفائت، وقتل أيضا عقيد مسؤول عن تطوير المسيرات أيضا العام الفائت، لا يوجد رد. أعتقد لو كان هناك قيادي في حزب الله، نعم سنشاهد رد من حزب الله أقله يعني من أجل حفظ ماء الوجه أمام جمهوري. ولكن النظام قتل كثير من الضباط السوريين لم يرد، وإيران أيضا لا تستخدم صواريخها باستهداف. يا سيدي لا نريد عمق إسرائيل، الجولان المحتل يا أخي قريب جدا ولديكم صواريخ، استهدفوا إسرائيليين بالجولان المحتل من أجل الرد على هذا القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية. طيب، من مدينة كوفنتري البريطانية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.